رادها وهاي تبناها بنت الشيخ لابن الشيخ جبناها، رجعت لكم بفخره مليانه فخامه واناقه ورقي. اكيد اليوم انا كنت محتاره وين اسوي لكم الفقره، اجينا عند السنتر التركي الخاص بدلات الاعراس والمناسبات، كل الشكر لهم اتيحوا وأن الفرصه نقدم لكم اليوم الفقره بكل حب. بنات خلينا نتفق بدايه الفقره انه كثير من البنوتات بهذا اليوم يكونوا مرتبكين، يكونوا عندهم الف اوبشن راي، اريد البس هذا، اريد البس هذا، لا هذا شفته على فلانه حلو. انا وياكم اليوم راح اساعدكم باختياركم الفستان المناسب باليوم الملكي، او حتى اذا تكونين معزومه فانت من حقك تكونين ملكه زمانك ومكانك بهذا اليوم. مثل ما تشوفون اطلالتي اليوم بنات، ليش اعتمدت اللون البيربول، اللون الملكي البنفسجي الغامق؟ ليش يا ترى؟ لانه يدل على الفخامه والملكيه. اذا تلاحظون كثير من الملكات بريطانيا بدول العالم يعتمدون اللون البنفسجي لأنه هو اللون الفخامة والكاريزما والرقي. بنات شوفوا لي فصال هذه الفستان، ليش لبست اني هذا الفصال يا ترى؟ لأنه تكون اني سيقاني من الأسفل جدا نحيفة، فحتعطيني فوليوم هيئة للجسم تغطي عيوب الجسم وتبرزه بصورة جدا أنيقة، بالإضافة إلى هذا الفستان يكون جدا مناسب للمحجبات، تقدر تعتمد جوه قطعه بدي اللي هو دي يلبسوها التوبات الهاينك تمام، ويا الشال تقدر بالرقبه. كثير من زميلتي سنسمن وجهها تحيه من هذه الفقره، تقدم لكم التوربانات اللي ممكن بالمناسبات نعتمدها، اللي تجي وياها الياخه، تجي وياها مثل الكيبور كيبور اي في كيبور نفس هاي الديزاينات، تجي حتى تكملين اطلالتك المحجبه. تقدر كذلك نعتمدها بالقاعات المختلطه لانه هي محتشمه وراقيه بنفس الوقت، لانه كنا نعرف انه تصاميم الفساتين السهره تجي نوعين، للمختلطه للقاعات او المناسبات الخاصه اللي تكون كلش يعني اوفر، ما نقدر انه تقاليدنا وعاداتنا نلبسها بالاماكن والقاعات المختلطه. هاي نقدر نعتمدها ليش؟ لانه هي فصالها جاي اوريدي جدا انيق ومحتشم، بالإضافة إلى يرتب الجسم. كثير من البنوتات اللي يعانون من السمنة ما يحبون هذه الأطلالة، ليش يا ترى؟ لأنه تعطيهم فخامة وفوليوم أكثر جسمهم، فما راح يحبون هاي الأطلالة. تعالوا وياي أشوفكم شنو ممكن للبنت الممتلئة يناسبها بهذا اليوم. تعالوا وياي القصات اللي تجي عندنا، كذلك هاي قصة الباف اللي احنا نصيح لها، هاي هم تعطينا امتلاء من الاسفل وللجسم بصوره عامه، لكن ما تناسب البنت الممتلئه، ليش؟ لانه هي اوريدي راح تضخمنا، بنت النحيفه راح تقعد لها ليش؟ حتبين جسمها بصوره متناسقه. اريد ادور لكم على قصه فستان، انا مثل عروسه حاليا محتاره اوديكم يمنى ويسرى. هاي القصه تلوق للبنت الممتلئه، ليش؟ لانه قصه الحوريه احنا نصيح لها، كثير من الفنانات يعتمدوها والمشاهير، لانه ترتب الجسم بصوره مثل المزهريه نقول، تطلعها جدا انيقه، ترسم الخصر منحوت حيبين عدا، حتبين ارفع وانحف، حتبين بصوره اسلم، لانه كذلك عندنا اللون الاحادي اللي هو من تكون الفستان او البدله او الدريس اللي بذاك الوقت المرتديه، من يكون كله لون واحد راح يعطينا قوام مرشوق، راح يعطينا طول، حيعطينا نزاكه، فلازم احنا نختار القطعه الفستان تكون كلها لون واحد يفضل، يعني هي ممكن تكون مطعمه تكون حلوه، بس اذا تريدين قوام مرشوق ويكون كلش سلم فتختارين لون واحد، يعني الفستان كله يكون لون واحد، حتى الجليتر او الستراس اللي يكون مشغول من ضمن القطعه لازم يكون تدرجات اللون اللي هي عجلة الألوان، كنا نعرفها عجلة الألوان بنات أن تكون ألوان متقاربة، يعني هسه عندنا هنا تطعيمة الستراس تمام مصورنا، شوف هاي التطعيمة ما طلعنا عن اللون نفسه، لا تدرج نفس البنفسجي بس بضربة جليتر جاية على الشامباين جدا أنيقة. وكذلك عندنا هنا بنات مثل ما تلاحظون تطعيمة الشغل اليدوي أو الجليتر ستراس كذلك جاي بتطعيمة اللون الأحمر بس بضربة خفيفة على اللون الذهبي، يعني هاي القطعة من تلبسها البنت الممتلئة اللي تكون قصة الحورية حتطلعين أنحف وأحلى وجسم مرشوق، وهو أكيد حلم كل سيدة أنه تظهر بمناسبات أو بهذا اليوم بصورة جدا أنيقة. طبعا قبل الختام أشكر السنتر التركي أتيحوا إن الفرصة مرة ثانية على هذه كمية الجمال والفساتين،
مصورنا خلي اخذ فره اخيره، انا ما مصدقه بالفستان. ويتدللون علينا عروساتنا، ويا رب اشوفكم احلى عروسات بالدنيا ومع الف سلامه.